عشان كده انا لما بتكلم مع حضراتكم دايما بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير، لانه احنا عندنا حاجات كتيره جدا جدا نقدر ناخدها من النادي الاهلي، زي الكاس اللي احنا حاطينه جنبنا ده وسعداء ومبسوطين بيه، ولكن نفسنا السنه الجايه نشوف الكاس ده مره تانية. هنحتفل نحتفل زي ما قلت لحضراتكم، نعمل اللي احنا عايزينه، ولكن السنه الجايه ال 12 يا اهلي. الاهلي السنه الجايه، مش السنه الجايه، النهارده او من بكره او من بعده، الناس بتقول ايه؟ ال 12 يا اهلي. النادي الاهلي اصبح حديث الصحافه والاعلام العالمي والعربي طبعا. ليه؟ لان النادي الاهلي توج باللقب رقم 11 افريقيا. صحف كتير اتكلمت عنه بكل فخر، مش بس في اوروبا ولكن في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وده اللي تقدر تقول عليه القوه الناعمه الرياضيه المصريه، تقدر تقول عليه واجهه الرياضه المصريه، النادي اللي بيشرف بلاده عالميا، النادي اللي رفع اسم او رفع علم بلده في كل مكان. عشان كده خلينا نبدا حلقتنا النهارده بهذا التقرير عن النادي الاهلي، وان النادي الاهلي هو حديث صحافه العالم، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى.